حبينا اليوم نطلق المبادرة نحو السلام يلي فيها عدة فعاليات، نطلق عن طريق حفل غنائي. المبادرة فيها مسابقة للفنون من أجل السلام، وفيها كمان جلسات حوار حول مفهوم السلام وقبول الآخر، وفيها معرض فني كمان بآخر المبادرة رح يصير، وفيها دورات تدريبية مجانية للتعليم على الرسم والتصوير الضوئي. كان كتير حلو، نحن تفاجأنا بالعدد اللي هو موجود من الشبيبة والأستاذ. أهالي صحنايا رحبوا فينا بطريقة كتير مميزة، قدمونا كل الخدمات اللي نحن معتازينها، وساعدونا بالتنسيق والتنظيم بأيام السابقة للحفلة اللي هي اليوم. كان كتير حلو كتير حلو. أكيد هلأ حيكون في كمان حفلات تانية للجوقة لقدام، نتمنى أنكم تكونوا معنا ونقدر نعيش سلام كلياتنا مع بعض. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. إذن فالسلام هو مطلب لكل إنسان حي بالحقيقة، لذلك المبادرة نأمل أن تكون مبادرة دائمة، وسلام ليكون السلام دائم على وجه الأرض وفي كل المجتمعات والشعوب. نحن شعب بنحب السلام، ونحن بنرسل السلام من أرض زيتون صحنايا إلى كل شبر بسوريا. نتمنى يرجع السلام ونرجع نحب بعضنا ونرجع نعيش هالمحبة والسلام اللي أوصى فيهن الله عز وجل لكل أبناء هذه الأرض.